اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. مات ساجدا وسط تكبيرات العشرات من المصلين، هكذا لفظ الشيخ الحسين انفاسه الاخير داخل مسجد الزاويه بمدينه اسفي. شوف تي في حلت بعاصمه عبده وقفات على العديد من المعطيات الخاصه بالشيخ الحسين على لسان افراد اسرته. لنتابع. صراحة فاجئة بالنسبة لي بعدا وبالنسبة للعائلة. كان واحد رجل طيب صراحة، يعني شحال نقول لك، عاش كريم ومات شهيد المسجد. صراحة هذا هو الواقع. كان واحد السيد متعبد يحترم الجميع، متعبد ويحترم الجميع، وكانوا الناس حتى الناس هنا في الحومة كانوا كيسموه حمامة المسجد بكثرة التعبد ديالو المسجد، وكيسبق الوقت بواحد الشكل سبحان الله. زعما الاب ديالي هنا بالنسبه لي انايا فريد منه. خويا اش غنقول لك، حنتي انا اقرب الناس اليه بزاف، مع انا والابن الكبير البكر في الدراري ديالو، مع العلم ان عنده بنات اخرين كبر مني. انا بالنسبه للدراري كنت انا قريب منه بزاف، وكنتعامل معاه مسكين وواحد ما شاء الله. اخويا زعما انا بالنسبه لي فقدت واحد الاب زعما صراحه. يعني انسان هو هادشي كاع اللي كتشوف، راه هو كان كيطلبو صراحه، هو كان كيطلبو. ومع والديه مسكين، انا عشت معاه مع والدي، راه كان والدي كان مهلي فيهم بواحد الشكل ما تيتصورش سبحان الله. هذاك السيد زعما جاب كل شيء صراحه، جمع كل شيء. وليداتو بثلاثة مزيان معاهم، مراتو يلا جوجناه شهر ونصادة، وفرحانين بيه وبجواجه. الله يعمرها دار، با داير معانا زوين، الله يعمرها دار. ودياني وعمر الظهر ولا العصر ولا المغرب معدن عليه في الدار، دايما في الجامع، دايما في الجامع، كيمشي قبل الوقت. كنقولوا لي با جلس بلاتي شوي، كيقول لك لا انا دايما من الصف الاول خاصني نكون، دايما انا من الصف الاول. وملي جاو البارح قالوا لي راه مات، صدمت، مشيت لقيتو مسكين مغطيينو وراكع ساجد، ما محرك، ما يلا هك ولا هك. اللهم لك الحمد، الله يرحمه. هذا السيد الحاج الحسن الشهيبي من رواد هذا المسجد، شرفاء الوزانيين او مسجد الشهيد مولاي احمد الوزاني، من الناس الاوتاد ديال هذا المسجد، سباق في الحضور في التوقيت ديالو، دائما ساعة قبل الأذان خاصة بعد الصبح، بل هو من يفتح المسجد. كذلك سبحان الله، المثير في هذا الوفاة ديالو كعادته يحضر بعد الزوال بربع ساعة، يجلس يتذاكر مع أصحابه، يتبادل السلام. سبحان الله، البارحة دخل مستعجلا، دخل مع الزوال مع 12 تقريبا أو الوحدة اللي كنقولوا حنا دابا جديدة، دخل مزروب قال لي السلام، وآخر من تكلم معاه قال لي السلام عليكم، كيدير سي محمد بخير لاباس. دخل المسجد في حدود 5 دقائق حتى 7 دقائق، دخل هو الأول، جا واحد الدري دخل موراه لقاه ساجد وميل، قال لي ودي هذا السيد راه ما عاد كيفاش هذا. كي دخلت، المهم من حكم التجربه ديالي ديال تغسيل الموتى وداك الشيء، شفت وجهه عرفته بان هو ميت. الشيخ الحسين فارق الحياه وهو ساجد داخل المسجد، تاركا وراءه سمعه جيده تعكس شخصيته التي كانت محبوبه لدى اسرته الصغيره والكبيره. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا كنوصل مشاهدينا لنهايه خبر اليوم. الى اللقاء، ودمتم في رعايه الله.